اول شي بتجيبوا مي، ثاني شغلي بتحطوا طحين. المزيج المي والطحين خلص بيطلع بالانبوب على الفرن دغري على الخبز. العجينة انتقلت لهون، شوفوها. وهلا الخطوة الأولى أنها تفوت على الفرن. العجينة جوا الفرن عم تنخبز هلا وتظهر من هون. اوكي، مثل ما شفتوا هذه العجينة المي والطحين هيك صارت. من طبقات لازم يكونوا من العجينة فوق بعض. طبقة، اثنين، ثلاثة، أربعة. هون بدها تنتقل على مرحلة البراد، بدها تتبرد. 20 دقيقة جوا البراد، حننطرها لتخلص، ننتقل للمراحل الأخيرة. وهلا مرحلة القص. اوكي، هذه الطبقات رائعة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة التبريد. تعال أرجيك. هي مرحلة التغليف. تعال أرجيك. اوكي، هذا صار جاهز. عجين ومي وشوكليت. اخذنا هذا البرودكت. وهيدي النتيجه الاخيره